منذ عام 2003 وحتى الان وبغداد غارقة بالكوارث والماسي واخرها انهيار بنايه المختبر الوطني الاستثماري المكونه من سته طوابق في منطقه الكراده بعد ان تداعت طوابقها واصبحت ركاما مخلفه ضحايا ومفقودين المعلومات الاوليه الرسميه اشارت الى ان اسباب الانهيار تعود الى اضافه طابقين الى البنايه المكونه في الاصل من اربعه طوابق دون تخطيط لها فيما نأت الهيئة الوطنية للاستثمار بنفسها عن الحادثة وأشارت إلى أن الجهات المسؤولة عن المبنى المنهار هي كل من وزارة الصحة وأمانة بغداد مبينة أن هذه البناية حاصلة على الإجازة الاستثمارية من قبل هيئة استثمار بغداد عام 2018 وأعطيت لشركة محلية كمختبر للتحليلات المرضية اما رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي فهو الاخر سارع للتنصل من المسؤوليه قائلا ان الاجازه الاستثماريه منحت في فتره الحكومات السابقه مقرا بان الحادث يؤكد استشراء الفساد ومنح الاجازات العشوائيه بحسب قوله بدورها ذكرت لجنة النزاهة النيابية أن انهيار مبنى للعيادات الطبية بسبب هندسي يدعو إلى إعادة النظر بكل الموافقات التي تمنحها هيئة الاستثمار ولا سيما فيما يتعلق بإضافة بناء على المباني المتهالكة التي تستوجب الحصول على الموافقات الهندسية ضمن خطط مدروسة. بناية المختبر الوطنية التي تم افتتاحها في كانون الأول من عام 2020 ولم تكمل عامها الثاني أصبحت أثراً بعد عين وسبق أن حذر مهندسون استشاريون من انهيارها الوشيك فحدث ما حدث وبقي ضوء الضحايا القادمين من محافظات مختلفه لغرض العلاج بقوا يندبون حالهم وابنائهم فيما تساءل العضو السابق في مفوضيه حقوق الانسان علي البياتي عن نتائج تحقيقات حريق مستشفي ابن الخطيب في بغداد والحسين في الناصريه مطالبا الجهات الحكوميه التي استنكرت كارثه انهيار بنايه المختبر الوطني في بغداد ودعت للتحقيق فيها لمراجعه نتائج التحقيقات السابقه اولا مؤكدا ان حق الصحه للعراقي بات مغتصبا